أمشي مطل عج وذا الحين جاء سال جاء عج وجاء مطل وخلنا الخيل أن تقطع ملانا وذا الحين جاء لنا إحنا كنا هنيك وجاء لنا وخلنا خل الدوان خل لن تكشف حقنا مقلوبة وذا خيل ذا الدوان مقلبه وشال كل شيء هنا ما تباقي معنا حاجة. عبد القادر الحنيشي أحد أطفال مخيم السويداء الذي جعلته السيول أثرا بعد عين، يتحدث إلينا ببراءة الأطفال: لقد فقدنا كل شيء حتى جيراننا أخذهم السيل امرأة مع 4 من أطفالها. هذا شوف مرات شال مرة وبنت وزوج المرة وأربعة عيال وجال باقي مهوذية وسعد. هكذا هي حياة الطفولة في زمن الميليشيا الحوثية، شردوا مع أهاليهم من قراهم ومنازلهم فسكنوا الخيام، فلحقتهم سيول الأمطار وأفقدتهم حتى حياة النزوح. هكذا أصبح حال النازحين هنا في محافظة مأرب بعد أن فقدوا حتى حياة النزوح. هنا يحاولون لملمة ما تبقى لهم من أملاكهم على أمل أن تسرع لجنة الحصر المكلفة من قبل محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة في حصر الأضرار وتعويضهم بمساكن تليق بآدميتهم. الوضع كما تشاهدوا وضع يعني مأساوي كارثي، منذ أمس ونحن على تواصل مستمر مع المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية المختلفة. هناك استجابة بسيطة يعني من بعض المنظمات، لكن المشكلة الأهم والأكبر التي نعاني منها في المخيم وهي ما أطلعنا عليها المنظمات الدولية هي نوعية الإيواء. نوعية الإيواء بهذه الصورة يعني مأوى ضعيف غير قابل للاستمرار والاستدامة، وخاصة في مثل هذه الظروف. قدمنا تصور بنوع من الإيواء مستدام، كرفانات من الصفيح، ولا زلنا نتابع في هذا الموضوع. لكن تبدو الحاجة إلى تخطيط أماكن آمنة لمخيمات النزوح، ومنع البناء والاستحداث في مناطق مرور السيول هو الحل الأمثل في نظر كثيرين، ومن شأنه أن يمنع حصول أي كوارث، وهو ما تسعى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين العمل على إنجازه خلال الفترة القادمة. خليل المليكي، سهيل.